يحوي كوكب الأرض تنوعاً حيوياً واسعاً، فإلى جانب البشر هناك العديد من الكائنات الحية التي تتصارع للحفاظ على وجودها، إلا أن هناك بعض الكائنات والمخلوقات انقرضت وانتهى وجودها من سطح الكرة الأرضية لأسباب قد تبدو في غاية السخافة. عصفور وارين. يسمى عصفور النمنمة، وأشهر ما يميز هذا النوع أنها قتلت على يد مخلوق واحد وهو قط يدعى السيد تيبلز، فالفصيلة التي كانت تستوطن جزيرة ستيفن على سواحل نيوزيلندا قام بالتهام كل أفرادها قط منزلي، وترجع الحكاية إلى أن القط تعود ملكيته لحارس منارة الجزيرة، حيث قام القط على مدار عام باصطياد العصافير كلها. في هذا العام ذاته الذي اكتشفت فيه هذه السلالة من العصافير تم إعلان انقراضها. الحمام الزاجل. قصة الحمام الزاجل هي واحدة من القصص الأكثر مأساوية في العصر الحديث، فمنذ حوالي 200 عام لم تكن معرضة للانقراض، بل في الحقيقة لقد كانت الطيور الأكثر شيوعاً في أمريكا الشمالية، وقالت بعض التقارير أن أعدادها كانت بالمليارات خلال بعض هجراتها، فقد كانت أسرابها تحلق لمسافة تمتد لأكثر من ميل، ويمكن أن يستغرق السرب بضعة ساعات حتى يمر فوق منطقة معينة. ولكن أتى الصيادون المستعمرون، وكان لحم الحمام الزاجل يعتبر من اللحوم الرخيصة خاصة للعبيد والفقراء، مما أدى إلى حملة صيد شعواء على نطاق واسع. وعلاوة على ذلك، ونظرا لكبر حجم قطعان الطيور، فقد أصبحت الطيور تشكل تهديدا للمزارعين، فزادت عمليات الصيد بصورة مريعة حتى توفي آخر الحمام الزاجل المعروف باسم مارثا عام 1914، بعد أن تم ذبح آخر قطيع والذي كان عدده يزيد على 250 ألف طائر على يد صيادي الطيور، على الرغم من معرفتهم بأنه كان آخر قطيع من هذه الطيور. سمكة تيكوبا البطحيشية. نوع صغير من الأسماك يعيش في منطقة صغيرة في كاليفورنيا بسبب تيارات المياه الدافئة التي تمر فيها، وتعيش هذه الأسماك في المياه الدافئة فقط، مما يعني أن المياه الباردة تتسبب في موتها. ولكن من المؤسف أن تعلم عزيزي المشاهد أنه قد تم بناء حمامات للمياه الساخنة، إذ تمت زيادة مساحة الأحواض المائية التي تقطنها هذه السمكة كي يتمكن الزوار من الاسترخاء فيها، ما جعل تدفق المياه الباردة أكبر من المياه الساخنة، وهو ما تسبب في نهاية الأمر في أن تجرف فصيلة الأسماك بأكملها إلى النهر لتموت بسبب المياه الباردة. سبارو البحر الداكن. بدأ هذا الحيوان في الانقراض عام 1940 عندما تم رش مادة الدي دي تي في الهواء لمكافحة البعوض، فدخلت هذه المادة سلسلة الطائر الغذائية، فقل عددها من 2000 زوج إلى 600 فقط، ومن ثم غمرت جزيرة ميريت بهدف الحد من تكاثر البعوض حول مركز كينيدي للفضاء، فكانت تلك ضربة أخرى للعصافير فقل عددها، ولم تكد العصافير تنتهي من هذه الضربة حتى تلقت ضربة أخرى بتجفيف المناطق المحيطة بالنهر لتسهيل بناء الطرق السريعة، فتعددت أسباب زواله حتى أتى عام 1979، فلم يكن في العالم من هذا النوع سوى 6 عصافير فقط، كلهم ذكور، لينقرضوا إلى الأبد بموتهم. كلب قرطبة المقاتل. يعد من أشد الكلاب غضبا وضراوة، وكأنها لا تشعر بالألم، وكانت تربى في الأرجنتين في آخر القرن 19، وكانت هذه الكلاب تتميز بأنها نتاج تهجين عدد من الفصائل، فهي متوحشة لدرجة أنها مستعدة لمهاجمة أي شيء أمامها وقتاله حتى الموت. هذا ما جعل حظها على التكاثر أمرا شبه مستحيل، فالذكور كانت تتقاتل فيما بينها حتى الموت من أجل الأنثى، بل أحيانا يقتل بعضها بعضا في أثناء التكاثر، وهذا ما جعل الفصيلة تنقرض كليا. بقرة البحر ستيلر. سميت هذه البقرة بجورج ستيلر، وتم اكتشافها في عام 1741، وكانت بقرة البحر ستيلر من الثدييات العشبة الكبيرة التي كان لها مظهر يشبه الخاتم مع ذيل يشبه تلك الموجودة على حوت، ويعتقد أن بقرة البحر ستيلر نمت بين 8 إلى 9 متر على الأقل، ويعتقد العلماء أن هذه البقرة كانت من الثدييات المروضة، وقضت معظم وقتها في تناول عشب البحر، ولكنها في الحقيقة لم تتمكن من غمر جسمها الضخم كله في البحر، وهذا جعلها عرضة لصائدي الحيوانات من قبل البشر. النمر التازماني. ينتمي النمر إلى فصيلة نادرة، فهو ذو لون مميز وشكل جذاب، وهو يشبه الكنغر، حيث يمتلك جرابا قرب معدته ليضع فيه أطفاله، ويرجع هذا إلى كونه يمتلك كيسا من الفراء لحماية خصيتيه والحفاظ عليها من الحرارة العالية، كما يمتلك فكا يصل اتساعها نحو 120 درجة، وهذه من الغرائب المرتبطة به التي أثارت فضول الصيادين في الستينات،
وطوال فترة حياتها كان لديها سمعة سيئة بقتل الأغنام، ولم يتلقى من النمر التزماني غير واحد فقط، وهو ذكر سمي بنجامين، إلا أنه مات عام 1963 إثر حادث غير مقصود، حيث نسي حارس حديقة الحيوان أن يفتح له باب مكان نومه ليبقى في القفص المكشوف ويموت بردا، إلا أن موته حسم الجدل الذي استمر 70 عاما حول كونه ذكرا أم أنثى، إذ تمكن العلماء من التأكد من ذلك إثر معاينتهم الجثة. دولفين نهر بيجي. حتى دولفين نهر بيجي لم يسلم من يد البشر، فقد كانت تلك الدلافين سلمية، وقد كانت تسكن نهر اليانغتسي على الأقل منذ 20 مليون سنة. وأعلنت شركة دولفين انقراض هذا الحيوان بعد رحلة استكشافية في أواخر عام 2006 في محاولة لإيجاد دولفين واحد، ولكن بلا جدوى. وعلى الرغم من بعض الشهادات غير المؤكدة، فمن غير المحتمل أن تكون البشرية قادرة على العثور عليها، لذلك سجلت دلافين بيجي كأول حيوان منقرض من الحيتان في العصر الحديث. وقد كان أهم سبب في انقراضه ظهور التصنيع الصيني على نهر اليانغتسي كشريان للصناعة، فأصبح النهر من أسوأ الطرق المائية تلوثا في العالم، وتعتمد عليه الصين بشكل كبير في النقل وتوليد الطاقة الكهرومائية، وتقريبا 12% من سكان العالم يعملون ضمن منطقة تجمعات المياه في النهر، ويعتبر الصينيون دولفين بيجي كرمز للسلام والازدهار. ومع ذلك فإن الازدهار الصيني هو الذي أدى لانقراض هذا الحيوان.